السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتخيل ان احنا عايزين نعمل مثلا شكل مواجهة خشبية مثلا على الواجهة دي. فاجي هنا في ليفل 2 وهبدأ ارسم بعض الريفرنس اللي ممكن يساعدني في الشغل بتاعي. فهقول له ان انا عايز ريفرنس بلين، اسم ده واحد، وبعد كده اعمل واحد تاني، اسمي دوت اسميه اتنين، وبعد كده هعمل واحد تالت، وواحد رابع بالشكل دوت. وبعد كده ممكن ترسم من اي الفيشن، تمام، او من 3D زي ما انت عايز. طيب هرسم ازاي؟ اول حاجة هعملها ان انا اروح ماسنج واروح قايل له امبليس ماس، اقول له اوكي، واروح قايل له ان انا عايز اعمل ست، واقول له ان انا هرسم على ريفرنس بلان 1، واقول له وريني الريفرنس بلان 1، فوريه لي بالشكل دوت. فهبدا ارسم الخطوط بتاعتي، لاين كده، بعد كده هقفل بين ده وده، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم شكل تاني. طبعا تقدر تمسك الشكل دوت وتقدر تعدل فيه لو تحب. ممكن اخد بقى الشكل دوت، نقول له احنا عايزين نعمل ايه، واحد تاني بس على reference plane 2، وابدا ارسم حاجة تانية. مثلا هقول له من هنا لهنا، اللي هنا، بالشكل دوت. وبعد كده هروح اقول له انا عايز ارسم بقى ريفرنس بلان 3، بالشكل دوت. وبعد كده ريفرنس بلان 4، واروح قايل له دلوقتي بقى هقول له عايزين نعمل سيليكت على ده وده وده وده، ونقول له كريت فورم، فيبدأ يعمل لي كريت فورم بالشكل دوت. هنبدأ نديله بعد كده ماتيريال، بس انا عايز اعمل تقطيعات فيه. فهقول له ان انا عايز هنا من ليفل 2 ريفرنس بلين، هقول له ده خليه مثلا 5. دلوقتي وانا في 3D هقول له ان انا عايز ارسم على ريفرنس بلين 5، دلوقتي اللي انا هرسمه هخليه عبارة عن فويد، تمام. ارسم مثلا مستطيل اهوت، من هنا لهنا، تمام. ده هيبقى عبارة عن void، يعني أول ما يطلع مع الشكل دوت
يعمل قطع بالشكل دوت. طيب انا هاخد الشكل دوت وهقول له ان انا عايز اعمل فيه امر كوبي. ممكن اجي هنا اقول له ادي بروفايل واعمل سيلكت كده على البروفايل دوت، تمام، اقول له كوبي. بعد كده هبدأ أرسم الأوبننج دي، فأقول له ست وأروح مظبطها على ريفرنس 5 وأروح قايل له أرسم لي من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وأعمل سيلكت على ديت وأقول له خلي دي فويد، وأتأكد إن الفويد معدي في قلب الشكل، وبرضو الفويد الناحية التانية. الشكل دوت وبعد كده اقول له فينش، هيظهر معايا بالشكل دوت. دلوقتي انا هعمل سيلكت على الشكل اللي احنا رسمناه، هقول له ايدي تمبليس تاني، وبعد كده هعمل سيلكت عليه، وبعد كده الماتيريال هاجي هنا ابدا اختار بقى الماتيريال اللي انا عايزها، وليكن مثلا وود مثلا دوت، اقول له اوكي، هيبدأ يجيب لي الماتيريال بتاعتي. فتقدر لما تدخل في الريستك تبدأ تشوف الماتيريال الافضل.